احتفل فريق راشيني لمسرح العرائس بكنائس زويلة الأثرية بوسط القاهرة باليوبيل الفضي على إنشائه، وذلك يوم الجمعة 14 من فبراير الجاري على مسرح كلية رمسيس للبنات، وبحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة والأباء الكهنة. نتابع. احتفل فريق راشيني لمسرح العرائس بكنائس زويلة الأثرية إحدى كنائس وسط القاهرة باليوبيل الفضي لإنشاء الفريق، وذلك من خلال حفل كبير أقيم صباح يوم الجمعة الماضي على مسرح كلية رمسيس للبنات، قدموا خلاله عددا من عروض مسرح العرائس المميزة، وذلك بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة وأباء كهنة الكنيسة والآلاف من الأطفال من مختلف الكنائس. احنا بنشكر ربنا ان هو بيدينا الطاقة الجميلة دي، شباب الكنيسة بإبداعاتهم الجميلة وطاقتهم الحيوية والأفكار المتجددة باستمرار. فريق راشيني هو من كنيسة العذراء وجرجس وأبو سيفين حارة زويلة، شباب هم اللي أسسوه من 25 سنة وما زالوا بيخدموا، ربنا يديهم القوة يكملوا. كل مناسبة بيقدموا حاجة للأطفال من خلال مسرح العرائس ومسرح الأسود، دايما الرسالة بتاعتهم هادفة فيها نواحي كنسية وحياة كتاب مقدس وحاجات خاصة بالمجتمع أو بالوطنية أو بالسلوكيات الأخلاقية. فأنا حقيقة مبهور إن هم في كل مرة بيقدموا فكرة جديدة في اتجاه جديد، والترانيم بتاعتهم والأشعار بسيطة وتوصل بسرعة للأطفال ويقدروا يحفظوها، ومن خلالها احنا بنرجو ان هي تكون سبب في تعديل السلوكيات او في تثبيت المعلومات في ذهنهم. العرض السنه دي مميز شويه لانه بالاحتفال اليوبيل الفضي للفريق، مرور 25 سنه على الفريق، قدمنا فقرات من السنين اللي فاتت اكتر من 25 سنه، اخترنا احسنهم وقدمناهم في ميدلي جميل. كمان قدمنا مسرحيه كانت دايما بتطلب مننا عن احترام بيت الله، وضحنا فيها قد ايه لازم كلنا واحنا داخلين بيت ربنا نعرف ان احنا داخلين بيت رب المجد السماء الثانيه، ولازم قد ايه كلنا لابسين لبس ملائم وبنتكلم بطريقه ملائمه وكل حركاتنا جوه الكنيسه بتبقى ملائمه. عشان كده فريقنا دايما بيؤدي عروض تعليميه، منها العرض اللي اتقدم النهارده احترام بيت ربنا. شهد الحفل العديد من عروض مسرح العرائس المميزه، ومنها العرض الرئيسي بعنوان احترام بيت الله، وهدف لتعليم الأطفال احترام بيت الله وما يليق ولا يليق داخل الكنيسة، وعرض ترنيمة عيد الميلاد للأطفال، بالإضافة لعرض اليوبيل الفضي الذي استعرض إنجازات وأعمال الفريق خلال 25 عاماً. احنا عروضنا بتبقى في اجتماعية، عروض ثقافية تعليمية. النهاردة العرض خاص بالكنيسة شوية، احنا اعتمدنا على شغلنا اللي احنا نعلمهم ونوصلهم درس احترام بيت ربنا. ما ينفعش نلبس قصير في الكنيسة، ما ينفعش نبقى داخلين ميك اب اوفر، ما ينفعش نبقى داخلين عمالين نرغي ونتكلم. فده كان الهدف بتاع المسرحية دي. احنا مش لازم لما بنيجي الكنيسة مش لازم نيجي بقى بأحسن حاجة ومعرفش ايه، احنا لازم نبقى بسطاء عشان يعني ربنا كان بسيط وكده. علمت انه ما بقاش قاعدة في الكنيسة، انا جاي اصلا عشان ربنا، هبقى قاعدة لوحدي شغلة وقتي برغي او كلام او اي مواضيع تانية ملاش لازمة. المفروض ان الوقت ده يبقى البابا يسوع، ان انا اقعد اتكلم معاه سما مفتوحة، اطلب اي حاجة انا عايزاها اتكلم معاه يبقى في علاقة، لكن ما روحش كنيسة اقعد في جنب لوحدي مع حد افضل ارغي او اتكلم في موضوع ملوش لازمة في الوقت ده. تفاعل الأطفال الحضور مع العروض المقدمة بشكل كبير، مؤكدين سعادتهم واستفادتهم وحرصهم على الحضور باستمرار، فهناك حرص كبير على إيصال أكبر عدد من الرسائل الهادفة من خلال هذه العروض التي ليست فقط للترفيه وإنما أيضا للتعليم. 25 عاما من الخدمة والتعليم لفريق راشيني للعرائس بكنائس وسط القاهرة الذي له دور كبير رائع ورائد في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وتحديدا خدمة الطفولة، من استثمار مواهب الأطفال وتنميتها وتقديم العديد من العروض الفنية الكنسية والاجتماعية والوطنية بهذا الشكل الفني الرائع والممتع. كامل يوسف، سي تي في.